السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي إنجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة طلبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة معاكم مستر طال بنا من قناة إيزي إنجليزي. إحنا النهاردة إن شاء الله مع يونت 12 بارت 5، الجزء الخامس، الجزء الخاص بالترجمة وجزئية الكتابة، جزئية الرايتنج، الوحدة بعنوان People at Work، الناس في العمل. تعالوا إن شاء الله نبدأ زي ما إحنا متعودين بشكل مباشر مع دعاء المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، وأن تجعل ألسنتنا عاملة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونقول بسم الله. أول جزئية إن شاء الله معنا النهاردة number 1A translate into Arabic، ترجم إلى اللغة العربية. Number one, we can't catch up with developed countries without using the computer in all fields. It has become something essential. طيب احنا متعودين ان احنا بنترجم بشكل عام وبعدين نبدا نكتب او في الاخر بنتوصل لادق ترجمه ممكنه. تعالوا نبدا. We can't catch up، هنا طبعا مش catch up اللي احنا بنحطه على الاكل، يعني احنا مش هنقدر نلاحق الدول المتقدمة بدون طبعا without using، يعني بدون استخدام الكمبيوتر الحاسوب أو الحاسب الآلي. ولو حتى قلت أجهزة الكمبيوتر مفيش مشكلة. in all fields، طبعا أنا عارف إن كلمة fields حقول ونقصد بها الحقول الزراعية بالفعل، لكن هنا ممكن أقول في كل المجالات. it has become، أصبح اللي هو طبعا استخدام الحاسوب، خلي بالنا، أصبح شيء أساسي أو ضروري زي ما قلنا. طيب نبدأ بقى زي ما احنا اتفقنا نشوف أدق على قد ما بنقدر أدق ترجمة ممكنة. طيب أنا ممكن أقول لا يمكننا اللحاق بالدول المتقدمة أو بالبلدان المتقدمة دون استخدام أجهزة الكمبيوتر، أو ممكن أقول أجهزة الحاسوب اللي يريحك، في جميع المجالات. لقد أصبح، it has become دي لقد، لأن ده present perfect، فبنقول لقد أصبح شيئا أساسيا أو لقد أصبح شيئا ضروريا. تعالوا كده نشوف أهي، لا يمكننا اللحاق بالبلدان المتقدمة دون استخدام أجهزة الكمبيوتر في جميع المجالات. لقد أصبح شيئا أساسيا. جميل. money المال، urges يعني يدفع أو يحث بعض الناس أن يرتكبوا جرائم مثل السرقة، forgery التزوير، and murder القتل. طب يا مستر لو أنا مش عارف forgery بمعنى تزوير هعمل إيه في الامتحان؟ طب أنا بحاول طبعا أخمن معنى الكلمة من خلال السياق العام. أنت دلوقتي بتتكلم عن جرائم وقلت أنت عارف إنك عارف كلمة سرقة وعارف كلمة murder قتل، يبقى دي ممكن تكون أحد الجرائم اللي معروفة، فطبيعي سرقة، تزوير، قتل، وحاجات تانية كتير انت ممكن تخمنها، ولكن حاول دايما تكون قريب من السرقة والقتل. يعني والفلوس، مدام فلوس يبقى انا بقدر ازور، ممكن اقتل حد عشان اخد الفلوس، ممكن ازور فلوس، وممكن اسرق حد، يعني اسرق او ازور او ان انا اقتل حد عشان اخد منه الفلوس. however ومع ذلك at the end، في النهاية او في الاخير زي ما بنقول، most of them معظمهم معظم اللي بيرتكبوا الجرائم دي regret، بيندم على فعل هذه الأعمال السيئة. تمام، these bad actions. طيب نبدأ بقى نصيغ الجملة بشكل صحيح. المال يحث بعض الناس على ارتكاب الجرائم مثل السرقة والتزوير والقتل، ومع ذلك في النهاية يندم معظمهم، هنا بقى يعني هبدأ بيندم، يندم معظمهم على فعل
أو على هذه الأعمال السيئة. ممكن أقول على فعل هذه الأعمال السيئة، وممكن أقول على هذه أو ارتكاب، على ارتكاب هذه الأعمال السيئة أو على فعل هذه الأعمال السيئة، وتبقى برضو إجابتي في الحالة دي إجابة صحيحة. تعالوا كده نشوف. المال يحث بعض الناس على ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والتزوير والقتل، ومع ذلك في النهاية يندم معظمهم على ارتكاب هذه الأعمال السيئة. كده أنا إجابتي إجابة صحيحة وكاملة. تعالوا مع بعض نكمل باقي أسئلة الترجمة. Number three, a fireman doesn't care about dangers. He is ready to give his life to save others. It is very hard to live with thought that some life depends on you. جميل جدا. سهلة ما هيش صعبة. رجل المطافي doesn't care يعني لا يهتم بالمخاطر. He is ready هو مستعد to give أن يعطي his life حياته to save others لينقذ الآخرين. It is very hard من الصعب to live with thought إنك تعيش بفكرة that some lives إن بعض الأرواح depends on you تعتمد عليك. ماشي. يبقى a fireman رجل الإطفاء أو رجل المطافي doesn't care about dangers لا يهتم بالمخاطر. dangers المخاطر. إنه مستعد he is ready إنه مستعد to give لكي يعطي مستعد ليعطي حياته. فخليها طب إيه رأيكم لو خليناها للتضحية بحياته. روح اللغة تلعب دورها. مش هقول ليعطي حياته، أنا ممكن أقول للتضحية بحياته. ومستعد للتضحية بحياته to save لإنقاذ others الآخرين. It is very hard من الصعب للغاية، مدام very بقى نبقى نقول جدا أو للغاية، to live إنك تعيش أو للغاية التعايش، خلينا نقول التعايش، with thought مع فكرة that some lives إن بعض الأرواح أن بعض الأرواح depends on you تعتمد عليك. طيب ما كده تبقى كويس. تعالوا كده نشوف. رجل الإطفاء لا يهتم بالمخاطر، إنه مستعد للتضحية بحياته لإنقاذ الآخرين. يبقى خليها تضحية أفضل، أصل to give his life أن يعطي حياته، فيش حاجة اسمها يعطي حياته، خليها للتضحية بحياته لإنقاذ الآخرين. من الصعب للغاية، عشان very بيقولي it's very hard، فأنا أقول له it is very hard، فأنا أقول من الصعب للغاية التعايش مع فكرة أن بعض الأرواح تعتمد عليك. تمام. science طبعا العلوم أو العلم حسب بقى هنشوف must be directed to the welfare of humanity. Scientists also should be motivated to feel the needs of the people. ماشي. science يبقى هنا العلم بقى مش العلوم. العلم must be directed يجب أن يوجه to the welfare of humanity لرفاهية البشرية، ممكن نقول الإنسانية. تمام. scientists العلماء also أيضا should be motivated يجب تحفزهم. motivate يعني يحفز. should be motivated يجب تحفزهم بقى to feel the needs عشان يشعروا أو لكي يشعروا زي ما احنا بنقول كده the needs of people باحتياجات الناس. طيب نبدأ نصيغ الصيغة النهائية. يبقى science must be directed يبقى خلينا نبدأ بmust. يجب توجيه العلم كده أفضل. يجب توجيه العلم إلى رفاهية الإنسانية. تمام. يعني نسخر العلم عشان يرفه عن الإنسانية. scientists also should be motivated يبقى نبدأ بشود. يجب أيضا تحفيز العلماء. قلنا بقى تفيل لكي يشعروا، طب ما تخليها ليشعروا على طول. ممكن نقولها كده ليشعروا باحتياجات الناس، مش هقول بقى ليشعروا باحتياجات، خلاص ليشعروا باحتياجات الناس وتبقى أسهل بالنسبة لي. يجب توجيه العلم إلى رفاهية الإنسانية. يجب أيضا تحفيز العلماء ليشعروا باحتياجات الناس، عشان لما هو يشعر باحتياجات الناس يبدأ يخترع الحاجات
اللي اترفه على الناس، جهاز بيشتغل بالريموت كنترول، جهاز بيمكن التحكم فيه وانت من خارج المنزل بابليكيشن مثلا، لغايه ما توصل زي المكيف مثلا انك تبدا تشغله قبل ما توصل للبيت. ده موضوع طبعا يخص الرفاهيه، وسخرنا فيه العلم عشان يرفه عن الناس. انت جاي البيت او الجو هيبقى حر، ما عندكش خدامين، انت ممكن تشغل بالابليكيشن بتاعك، تشغل وانت في العربيه تحت، تبدا تشغل المكيف اللي عندك فوق في البيت، وبعد ما تطلع تلاقي الجو لطيف. هو ده تسخير العلم عشان نشعر بالرفاهية. تعالوا نشوف جزئية الترجمة اللي جاية. Number B, translate into English. ترجم إلى اللغة الإنجليزية. Number one, يجب أن يكون لديك المؤهلات المناسبة للحصول على وظيفة جيدة. كثير من الوظائف الآن لا تحتاج لشخص عادي بل شخص متميز. جميل، يجب أن يكون لديك مؤهلات. طب مؤهلات يعني إيه يا جماعة؟ طيب، وبرضو المناسبة، يعني الاتنين. مؤهلات إحنا اتعرضنا ليها وقلنا qualifications. طيب والمناسبة؟ ممكن نقول suitable؟ ممكن نقول suitable. اللي حافظ suitable ممكن يستخدمها، واللي عارف appropriate يبقى شكرا. للحصول طبعا ممكن اقول to get، ممكن اقول to get a good job، وظيفة جيدة. many jobs، الكثير من الوظائف او كثير من الوظائف. now، الان. do not need، لا تحتاج. a normal person، شخص عادي، صح كده. but، ولكن، اللي هي بل يعني. a special one، شخص متميز، صح كده. ممكن اقول special يعني شخص متميز. هي دي احسن ترجمه ليها، سبيشال. تمام، طب ما نبدا بقى كده نشوف. يبقى you must have the appropriate qualifications، appropriate المناسبه، و qualifications المؤهلات، for a job، مش to get بقى. ايه رايك نقول for a job او for a good job، عشان هي بس وظيفه جيده، ما اقعدش اقول بقى to get a good job. وبرده لو قلت to get a good job برده مش غلط، ولكن for a good job. many jobs، الكثير من الوظائف او كثير من الوظائف. now، do not need، لا تحتاج. do not need، لا تحتاج. a normal person، شخص عادي. but a special one، ولكن شخص مميز. مش هقول بقى تاني a special person اهي. يبقى you must have the appropriate qualifications for a good job. many jobs now do not need a normal person but a special one. رقم اتنين، عليك اختيار الصديق، فالصحبة الجيدة تحمي من الانحراف، والصاحب الجيد يأخذك إلى الطريق الصحيح، أما الصاحب السيء فيأخذك إلى الطريق الخطأ. طب ماشي، الصديق والصداقة والصحبة ممكن أمرها سهل، أمال الانحراف؟ الانحراف طبعا نقصد بيه الانحراف الأخلاقي، ده أكيد. طيب عموما، أنت ما تعرضت لهاش قبل كده، أنا هقولها لك، وفي نفس الوقت حضرتك من هنا وراح تبقى عارفها. deviation هي الانحراف او الانحراف الاخلاقي. تعالوا نبدا نكون. يبقى عليك، يبقى يجب عليك، يعني مش لازم اقول لك يجب عليك، ولكن عليك. you have to choose a friend. you have to choose a friend، عليك اختيار الصديق. فالصحبه الجيده، so good companionship protects، تحميك. against تحميك من، طبعا مش مكتوبه، تحميك، ولكن احنا بنقولها يعني. يبقى protects against، قلنا الانحراف deviation، الانحراف الاخلاقي. والصاحب الجيد the good companion، او لو قلت the good friend ما فيهاش اي مشكله، ياخذك الى الطريق الصحيح. يبقى ممكن نقول takes you to the right. طب طريق بقى ممكن نقول ايه الطريق؟ ممكن نقول way، وممكن نقول path، الى الطريق الصحيح. يبقى to the right، to the right path. but، أما، اللي هي ولكن، هي برضو. but the bad one، صاحب السيء، مش لازم برضو أقول the bad companion أو the bad friend. تمام، خلاص أنت قلت friend قبل كده، يبقى but the bad one takes you، فيأخذك to the wrong path، إلى الطريق الخطأ. أهي.
You have to choose a friend. So good companionship protects against deviation. The good companion takes you to the right path, but the bad one takes you to the wrong path. لسه في باقي من عربي لإنجليزي. تعالوا نشوف. رقم 3، يجب أن تأخذ قسطا من الراحة لكي تجدد نشاطك. عندما يشعر الجسم بالتعب لا يستطيع أن يقوم بوظائفه بشكل جيد. برضو يجب you should you must، حلوة برضو ما فيهاش أي مشكلة، لكن خليها كنصيحة you should عشان دي نصيحة. طيب، إنك تاخد قسطا من الراحة، يعني أنا ممكن أقول you should take a good rest، ماشي، لكي بقى قسطا من الراحة يبقى a good rest، لكي تجدد نشاطك. تجديد النشاط ممكن برضو تبقى كلمة صعبة على بعض الناس. reactivate، reactivate تجديد النشاط. ممكن واحد تاني يقول لي انا اقولها refresh، مفيش مشكلة، تمشي تمشي. عندما يشعر الجسم when the body feels بالتعب tired، صح كده، لا يستطيع ان يقوم بوظائفه it cannot او it can't براحتك وظائفه function، it can't function بشكل جيد. خلي بالك بشكل جيد، ما تقوليش good، انا عايز الحال من good، well مظبوط. تعالوا بقى كده نقول على بعض كلها، يعني على بعضها، you should take a good rest to reactivate when، حطيت نقطة طبعا، واقول بقى when the body feels tired، يشعر الجسم بالتعب، حط، ممكن احط كومة، مش لازم، هو مش حاطط كومة، انا احط it cannot function، لا يقوم بوظائفه، هاي بقى it cannot function well، وتبقى اجابة صحيحة هاي. You should take a good rest to reactivate when the body feels tired it cannot function well. لو خليتها كانت عادي ما فيهاش اي مشكلة والله. Number 4، رقم 4، على الشباب أن يفكر بشكل إيجابي وأن يبحث عن فرص عمل بعيدا عن الوظائف الحكومية. طيب، الشباب أن يفكر، على الشباب، على الشباب يعني يجب على الشباب، صح كده، يبقى برضو youth أو young people، اللي يريحك اللي تنصح. youth should think، يجب أن يفكروا بشكل إيجابي يا جماعة، يعني positive، بس خليها بقى عشان هي بشكل إيجابي positively، خليها adverb. ويبحث، وأن يبحث، and يبحث يعني seek، صح كده، seek and seek وظائف أو فرص عمل، ممكن أقول jobs، وممكن أقول job opportunities، اللي رايحك، and seek jobs، مفيش مشكلة لو أنت قلتها كده. بعيدا away، قلنا لو اللي حد قالها job opportunities برضو صح، بس opportunities برضو يعني تقيلة قوي عليك، فأنا بحاول أسهل عليك شوية. بعيدا قلنا away عن الوظائف الحكومية، from يبقى away from، عن، ها، from government jobs، وظائف حكومية، وتبقى إجابتي بالشكل ده. youth should think positively and seek jobs، لو قلنا seek job opportunities قلنا صح برضو، away from government jobs، بعيدا عن الوظائف الحكومية. تعالوا نشوف سؤال fill in the space. fill in the space number one، when my son came from his exam I asked him space he had done well. he explained that he had space all the questions except for one which was very difficult. I wanted to know if he had revised well before the exam and he spaced that he had done. He wasn't happy, but he promised me that he spaced revised well for the next exam. طيب، نبدأ كده بقى نترجم. عندما، when my son came، عندما أتى ابني from his exam، من امتحانه، I asked him، أنا سألته، لو، صح كده، ما دام سألته يبقى لو، يبقى لو هو had done well، لو هو أدى بشكل جيد في الامتحان، if، مظبوط، هي الإجابة الصحيحة.
if a wither طبعا اللي هيقول wither صح برضه. He explained that he had هو شرح ووضح ان هو خلي بالك had ها all the questions عمل ايه عمل ايه بقى في الاجابات كلها except for one ما عدا واحد يبقى حل صح. طيب had يبقى انا محتاج بعدها تصريف ثالث لان طبعا ده كل اللي قدامنا ده غالبيته يعني كلام غير مباشر يبقى had answered عشان تبقى اجابتي صحيحه. That he had answered all the questions except for one which was very difficult ما عدا واحد اللي كان صعب جدا. I wanted to know if he had revised well before the exams. أنا أردت أن أعرف إذا كان راجع بشكل جيد قبل الامتحانات. And he وهو إيه أن he had done إنه فعل ذلك هو راجع يعني يبقى وهو قال he أيوة عشان جاي بعدها that said that bravo and he said that he had done. He wasn't happy ما كانش سعيد but he promised لكن وعد promised me وعدني that he space revise well إني هو هيذاكر هيراجع جيدا بلاش يذاكر عشان هي revise هيراجع جيدا for the next exam. طب هيراجع أو سوف يراجع دي well لما أنت هنا بقى تقول لي إن ده غير مباشر يبقى حضرتك but he promised me that he هات لي بقى الماضي من ويل انزل خطوة على السلم زي ما شرحنا يبقى would he would revise well for the next exam. لسه معانا شوية أسئلة كمان خاصة fill in the space. Number two, my friend sent me an email last week. صديقي أرسل لي خطاب الأسبوع الماضي. He said that he was writing to tell هو قال إن هو كان بيكتب ليخبر يخبر مين his exciting news أخباره الشيقة. His space had won هو إيه إنه كسب a competition مسابقة although على الرغم من خلي بالك على الرغم من he thought هو اعتقد that he space win إن هو فاز ولا إن هو مش هيفوز إن هو هيفوز ولا مش هيفوز. طب ليه مش هيفوز علشان عندي although واعتقد ان هو على الرغم من ان هو كان يعتقد ان هو مش هيفوز. I know انا عارف that he space reliable انه شخص جدير بالثقة and devoted ومخلص and I believe in his abilities وانا مؤمن بقدراته. He thought his life would change واعتقد ان حياته كانت ربما تتغير a lot then كثيرا في حينئذ او في ذلك الحين. He was very happy هو كان سعيد جدا and I am really وأنا حقا pleased for him سعيد لأجله. نبدأ نحل. My friend sent me an email last week أرسل لي خطاب أرسل لي رسالة بريد إلكتروني مش عارف ليه جاي معايا خطاب أرسل لي رسالة بريد إلكتروني last week الأسبوع الماضي. He said that هو قال إني he was writing to tell هو كان بيكتب لكي يخبرني to tell أيوة me his exciting news أخباره الشيقة. His space he had won a competition هو قال إن هو فاز بمسابقة قال. طب ما أنت هتقولي said that ما هو قلنا that مش ضروري ممكن نقول said بس يبقى he said he had won a competition هو قال إن هو فاز بمسابقة although على الرغم من he thought هو اعتقد that he A when إن هو عايز حاجة يجي بعدها الفعل في المصدر إن هو ما كانش هيفوز. طيب هي هيفوز معناها well. طيب مش هيفوز يبقى well not. طيب ما كانش بقى يعني هتالي في الماضي إيه ده كلام غير مباشر. He wouldn't win هي الإجابة الصحيحة. He wouldn't win. I know that أنا أعرف إني خلي بالك قلب مضارع أهو. I know that he space reliable إنه شخص جدير بالثقة and devoted ومخلص. طب يبقى he إيه؟ هو يكون يبقى he is. طبعا أنا ما بترجمهاش هو يكون شخص جدير بالثقة ومخلص إحنا بقول هو شخص جدير بالثقة ومخلص لكن طبعا يكون لازم أقولها ولكن مش بنترجمها. المهم and devoted بنترجمها بس عشان نعرفك إن إحنا محتاجين is reliable and devoted and I believe in his abilities وأنا أؤمن بقدراته. He thought هو اعتقد
his life إن حياته would change a lot then إن حياته كانت هتتغير حينئذ he was very happy هو كان سعيد جدا and I am really pleased for him وأنا كمان سعيد لأجله. طبعا أنا عارف إن الجملتين الأخرين دول ملهمش لازمة ولكن برضو أدينا قرناهم مرة تانية. Number three. 1 year ago منذ عام I had a bad situation يعني مريت بموقف سيء. My car was stolen. سيارتي اتسرقت. I went to the police station. ذهبت إلى قسم الشرطة to report لكي أبلغ the theft عن الجريمة. جريمة السرقة يعني. The police officer الشرطي space me if في الرابط if يبقى سألني صح كده if I had suspected لو أنا شاكك anyone في أي شخص. I space him يبقى أنا أخبرته أنا قلت له خلي بالك في مفعول به him that I didn't أنا ما بشكش في حد أنا ما بتهمش حد. He wanted space to give him more details هو أراد من مين إن هو يعطي له تفاصيل زيادة about the situation عن الموقف and actually I did وأنا بالفعل فعلت ذلك. After 2 days بعد يومين he phoned me اتصل بي and said وقال إني they had found إن هم وجدوا the car السيارة in a remote part في مكان بعيد أو جزء بعيد of the city من المدينة. سهلة دي واضح يلا. 1 year ago منذ عام واحد I had a bad situation مررت بموقف سيء. My car was stolen سيارتي اتسرقت. I went to the police station to report the theft ذهبت إلى قسم الشرطة لأبلغ عن الجريمة جريمة السرقة. The police officer سألني asked me صح جدا asked me if I had suspected anyone لو أنا شاكك في أي حد وأنا أخبرته يبقى I told him مظبوط that I didn't لا أنا لا أنا ما بشكش بحد أنا مش بشك في حد. He wanted اوعى تقولي he wanted to know لا 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 خلي بالك to give لا he wanted أيوة هو أراد من مين مني. He wanted me to give him إن أنا أعطي له more details تفاصيل أكثر about the situation عن الموقف and actually I did وأنا بالفعل فعلت ذلك. After 2 days بعد يومين he phoned me and said هو اتصل بي وقال إني أيوة إني بقى يعني إيه that مظبوط they had found the car هم وجدوا السيارة in a remote part في مكان بعيد of the city من المدينة. تمام تعالوا مع بعض نشوف جزئية الرايتنج. Number three, write an essay, اكتب مقال of about 150 words on بحوالي 150 كلمة, اكتب مقال بحوالي 150 كلمة عن the job you would like to be in the future, الوظيفة التي تود أن تكون فيها في المستقبل, الوظيفة اللي انت عايزها في المستقبل, وظيفتك المستقبلية. طيب اتفقنا يا جماعة ان احنا دايما عشان نكتب الاسي المقال 150 كلمة الرقم ما يخضكش لاني اتفقنا ان حتى لو حرف زي A بيتحسب كلمة لأن دي أداة نكرة وهي كلمة. Is كلمة, ذا كلمة, أداة التعريف ذا فهي كلمة. Is ده فعل وهو كلمة. يبقى كل كلمة حضرتك بتكتبها بتتعد. يبقى 150 كلمة سهلة تحقيقهم. ولكن عشان أكتب essay أنا لازم على الأقل يكون عندي 2 paragraphs. احنا اتفقنا ان انا ما بكتبش 2 paragraphs احنا بنكتب 3. اول paragraph بسيب فيه مسافة وتاني paragraph برضو بسيب فيه مسافة وفي السلايد التانية هنشوف ان بداية الparagraph الاخير برضو بسيب فيه مسافة. كل جملة تبدأ بحرف capital, كل جملة تنتهي بنقطة, لو سائل سؤال انهي بعلامة استفهام, لو بتعبر عن مشاعر قوية جدا ممكن تحط علامة تعجب. المهم ان انت تظبط البانكتيويشن بتاعك اللي هي علامات الترقيم تكون صحيحة. طيب اتفقنا ان اول باراجراف يكون المقدمة, تاني باراجراف احنا بنسميه البادي ان انا بتكلم عن صلب الموضوع, وتالت باراجراف الباراجراف التالت او الموضوع التالت اللي انا بكتبه عندي بيكون تلخيص للنقاط من خلال جملتين تلاتة. مفيش مشكلة لو بقوا اربعة ما عندناش اي مشكلة, ولكن
دايما بلخص كل اللي فات في جملتين تلاتة، وبكون حققت 150 كلمة اللي أنا عايزهم بالطريقة دي. طيب تعالوا كده نشوف. طبعا ما ننساش الموضوع بيتكلم عن وظيفتك المستقبلية أو الوظيفة التي تود أن تكون فيها في المستقبل. Deciding the career، إنك تقرر وظيفتك، وإن وظيفتك اللي بتستمر معاك لفترة طويلة، دي معنى كلمة career، is very important، شيء مهم جدا for everyone، للجميع. As they should choose the suitable career، لأن هم مطالبين إن هم يختاروا، يجب عليهم أن يختاروا الوظيفة المناسبة، and the job they dream of، والوظيفة اللي بيحلموا بيها. Many people choose jobs not only to earn living، الكثير من الناس مش بيختار الوظيفة بتاعته، أو كثير من الناس مش بيختاروا وظائفهم فقط من أجل أن يتكسبوا للمعيشة، يعني عشان يجيب فلوس يعيش بيها وخلاص، but also to achieve their dream، ولكن أيضا لينجزوا أحلامهم. As for me، بالنسبة لي، I would like to become a teacher، بالنسبة لي أنا أود أن أصبح معلم. حضرتك حابب تتكلم عن وظيفة تانية، ده مجرد موضوع مقترح. أبدأ بقى، خلاص أنا أديته كده المقدمة، قلت له أنا عايز أكون إيه في المستقبل، أبدأ بقى أتكلم بالتفاصيل، فأبدأ أسيب مسافتي. طيب إيه ده؟ كلمة على سطر؟ آه، إيه المشكلة؟ مفيش أي مشكلة، مادام ما كفتش إن أنا أكتبها هنا، بدأت بيها سطر جديد وأنهيت الباراجراف بتاعي بعد ما كتبت الكلمة دي، عادي جدا. وأبدأ من أول السطر وأسيب مسافة، اللي إحنا بنقول عليها indent، يعني leave a space at the beginning of your paragraph. Leave a space at the beginning of your paragraph. اترك مسافة، دي بكلمة واحدة بيقول indent. Indent يعني اترك مسافة زي ما قلنا في أول الباراجراف بتاعك. There are many reasons، يوجد العديد من الأسباب، why I like teaching، لماذا أحب التدريس. First of all، أولا وقبل كل شيء، وحط كومة، as a teacher، كمعلم، I can learn more and more things، أقدر أتعلم أشياء كثيرة وكثيرة. Especially على وجه التحديد، if I teach history، لو أنا بدرس تاريخ or English أو إنجليزي. I have to read many books، أنا مضطر إن أنا أقرأ الكثير من الكتب، to make my teaching lesson، لأجعل حصتي التدريسية more interesting، أكثر تشويقا، وده هيخليني أتعلم. Also أيضا preparing my teaching lesson، إعداد الدرس اللي هدرسه أو الحصة اللي هدرسها، will give me a lot of pleasure، سوف تعطيني الكثير من السعادة. I also learn more about people around us، هتعلم عن ناس كتير حواليا عشان أقدر أعلم غيري. As well as، وبالإضافة إلى ذلك، those who are in different countries across the world، وبالإضافة إلى ذلك هتعلم عن أولئك الذين اللي موجودين، الذين يكونوا في دول مختلفة across the world، حول العالم. Further، علاوة على ذلك، I have to practice speaking، أنا مضطر أمارس التحدث بشكل جيد، to get my pupils، لأجعل تلاميذي to understand، يفهمون my lesson، الدرس بتاعي. تعالوا نكمل باقي الباراجراف الثاني والباراجراف الثالث في السلايد اللي جاي. Secondly، ثانيا، the work of teachers، عمل المدرسين، makes me sympathetic. Sympathetic يعني عاطفي، and considerate، وشخص مراعي لشعور الآخرين. أهي considerate towards others، يعني مراعي لشعور الآخرين. I am very helpful، أنا شخص متعاون، to my pupils، التلاميذي أو مع تلاميذي، who need advice، اللي يحتاج نصيحة، and guidance، وإرشاد. And not critical to those who commit mistake out of ignorance، ولست حاسما بالنسبة أو مع الذين أو مع أولئك الذين يرتكبون commit mistakes، خطأ، أو mistake، خطأ، الذين يرتكبون خطأ بدافع الجهل، out of ignorance، بدافع الجهل، يعني هو مش عارف إن ده خطأ، فأنا هعلمه، دي مهمتي، إن أنا أنصحه وأرشده للصح. Thus، وبالتالي، وهكذا، this job، هذه الوظيفة، helps me، تساعدني،
to speak and conduct myself إن أنا أتكلم وأقوم أقوم نفسي with confidence بالثقة and dignity والكرامة which earn me to the respect اللي بتخليني أكتسب الاحترام and admiration وحب of others الآخرين. آخر paragraph بسيب مسافتي وأبدأ برضو بحرف capital. To sum up لنلخص there are many interesting benefits يوجد الكثير من الفوائد. خلي بالك ان كلمة benefit و interest الاتنين نفس المعنى بس ممكن نقول interest العوائد والفوائد of teaching للتدريس for me بالنسبة لي and also for my country والبلدي and all people والكل الناس who live in it اللي عايشين فيها. لو عديت الكلمات انا قد اتخطى 150 كلمة ولو زودت كذا فكرة لو أنا بتكلم عن وظيفة بحبها هزود أكتر من كده كمان. فبالتالي أنا قصة 150 كلمة دول يا جماعة موضوع سهل ما تستصعبوش على نفسك. هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير. لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا اشتراككم في القناة وانضمامكم لأسرة القناة. ياريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس لان ما تفعيل زر الجرس بيجيلك اشعار مع نزول كل حلقة جديدة فبتقدر تكون متابع معانا اول باول. الناس اللي بتحب تبحث عن حلقاتنا على اليوتيوب تقدر تبحث باستخدام الكلمات اللي ما بين الاقواس دي. تكتب في البحث بتاع اليوتيوب ايزي انجليزي اولى ثانوي هتظهر لك كل الحلقات الخاصة بقناة ايزي انجليزي والخاصة بمنهج الصف الاول الثانوي. على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الإنجليزية لو حضرتك استخدمته في بحث فيسبوك هيظهر لك الجروب اللي باسم إيزي إنجليزي مستر طه البنا وصفحة مستر طه البنا. يسعدنا انضمامكم للاتنين علشان البوستات المهمة وكمان بنحط لينكات الحلقات بتاعتنا فتقدر تكون متابع معانا أول بأول. أتمنى يا رب إن أنا أكون قدرت أساعدكم النهاردة. كان معكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.